التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى تتمة حل المسائل، وهذه المسألة رقم 3. Alors, le salaire d'un ouvrier dépasse celui d'un autre de 20 dirhams. يعني واحد العامل عنده المدخول ديالو 20 درهم زيادة على واحد اخر في النهار. Par jour. Donc, le salaire d'un ouvrier dépasse celui d'un autre de 20 dirhams par jour. Le premier a travaillé 15 jours. Le wel khdem 15 jours. Le deuxième 20 jours. Le wel khdem 20 jours. Bon. Ilmen annahum, sachant qu'ils ont reçu le même salaire, يعني شدوا نفس المبلغ في هذا 20 يوم و 15 يوم اللي خدموها، شدوا نفس المبلغ. دونك ما هو المدخول ديال كل عامل، يعني شحال كل عامل شحال شد في الخلاص ديالو. نعاود، لو سالير دان نوفريي ديباس سلوي دان اوت دو 20 درهم. واحد العامل فايت صاحبو ب 20 درهم، يعني مثلا يخلص 100 درهم الاخر يخلص غير 80. لو برومي اترافاي 15 جور، الاول خدم 15 اليوم والزوج 20 يوم، ولكن شدوا نفس المبلغ. دونك في راس الصالير ديال كل واحد، يعني شحال كل واحد شد في هذا المده هذه. بون دونك بروميرمون لو شوا دو لانكونو، كيما قلنا في لي زوتر بروبليم، نختاروا الكميه القليله هي اللي نسميوها اكس. دونك هنايا غادي نسميو اكس لو دوزيام اوبريي، حقاش الاول كيشد كثر من الزوج ب 20 درهم. دونك الزوج هو اللي غادي نسميوه اكس، سوا اكس لو سالير دو دوزيام، سوا اكس لو سالير du deuxième ouvrier. Bon, donc le salaire du premier est x plus 20. عقاش فايتو ب 20 درهم. Alors, quel est le salaire des deux ouvriers? Bien, le salaire du premier est le salaire du premier pendant 15 jours. Alors, le salaire du premier pendant 15 jours, yani le khlas ta l'oul 15 jours, et quel est ce salaire? C'est 15 fois x plus 20. 15 اليوم ضربوها في المبلغ اللي غادي يشد، غادي يشد x plus 20، ولكن في 15 اليوم. Et le salaire du deuxième est شحال السالير تاع الاخر؟ هو 20x. خدم قسمينا المدخول ديالو x، لو سالير ديالو x، وخدم 20 يوم، دونك 20x. اون دروك لا ميز اون ايكواسيون، اون الوغ ايزون لو ميم سالير، يعني شدو نفس المبلغ. اذا هذا المبلغ هو هذا المبلغ، يعني 20x تساوي 15 في x زائد 20. اشنو غادي تعطي لنا هذه معادله؟ نحلوا هذه المعادله. حل المعادله، v x ايغال 15 فوا x 15x بلس 15 فوا 20. الوغ سي 2 فوا 5 10، 2 فوا 1 2.
alors c'est 30, on dit de là, c'est 300. Donc 15 fois 20, c'est 300. Alors, نحلوا المعادلة 20x هذا 15x رجعوها منا تولي لنا موان 15x إيغال هذا العدد المعلوم نخليوه في الطرف الثاني 300 20x موان 15x سي 5x إيغال 300 دونك نقسم على 5 باش نتخلص من هذا 5 إيغال 300 بار 5 قسمنا منا ومنا على 5 باش نتخلص من هذا الور اكس ايغال دروك الى تخلص من هذا 5 تبقى لي اكس ايغال 300 ديفيزي بار 5 سي 60 دونك الصالير تاع الزوج هو 60 درهم والصالير تاع الاول فايتو ب 20 درهم دونك غادي يعطينا 80 درهم دونك اون ريبون ا لا كيستيون دونك هنايا la réponse donc le salaire du deuxième ouvrier est 60 dirhams par jour hein, 60 dirhams par jour le salaire du deuxième à du premier et 60 plus 20 il le dépasse de 20 dirhams c'est 80 dirhams par jour voilà donc voilà on a répondu à la question on peut faire la vérification on a il a pris un dire la vérification dire tahqiq alors الاول شحال خدم 25 الاول خدم 15 اليوم نديرو 15 فوا 80 ايت ايغال الور نضرب هذا 15 في 80 عندنا 80 مضروبه في 15 فوا 0 0 فوا 8 8 0 0 12 1200 1200 dirhams. Ou l'autre, 20 fois 60 est égal 2 fois 6, 12, c'est 1200. Ah, on m'a donné ce meuble. Voilà pour ce problème. Maintenant, deuxième problème. Deuxième problème. Alors, deuxième problème, c'est. Bon, c'est le problème numéro 4. Dans la première vidéo, on a traité deux problèmes, 1 et 2. Maintenant, 3 et 4. La moitié des passagers d'un car, donc, ou bien l'autocar, alors, sont des hommes, le 1 tiers des femmes, plus 5 enfants. Quel est le nombre total de passagers dans ce car? J'ajoute ici le nombre total. بيان سور ما غاديش نحسبو الشيفور والكريسور نحسبو غير لي باساجي غير لي مسافرين دونك لا مواتي دي باساجي دان كار دان موتو كار سون دي زوم رجال والثلث نساء بلوس خمسه تاع الاطفال كيلي لو نومبر توتال دو باساجي دون سو كار دونك هنا غادي نسميو هنا لو نومبر ريشيرشي هو لو نومبر دو باساجي دونك عندنا واحد المجهول اللي هو لو نومبر دو باساجي دونك دائما نبحثوا على المجهول في السؤال كيلي لو نومبر توتال دو باساجي دونك اكس هو المجهول هو لو نومبر دو باساجي دونك سوا اكس لو نومبر دو passagers musafirin de ce car alors on a on a la moitié des passagers donc un demi de x voilà
le nombre total, mais نص ديالهم زائد ثلث ديال النساء. هذا لي زوم رجال هنا النساء، ونزيدو عليهم خمسة ديال الأطفال يعطينا لو نومبر إكس. بون هنا غادي نبدي من هاد إكس إيكال، نقلبو حسن على علاقاش باش منطيحوش في الأعداد السالبة. سير دو بلوس إكس سير تروا بلوس سانت، نوحدو المقام، مقام واحد واسمو هو هو ستة، لو دينوميناتور كومان سي سيس، دونك هذا راه عندو واحد وهذا عنده واحد، نوحدوهم كاملين. دونك هنايا غادي تعطي لنا ستة، وهنا ندير منا عاود ستة، نضرب واحد في ستة باش تعطي لي ستة. دونك نضرب هنا في ستة، دونك كي نضرب هنا في ستة حتى هنا في ستة، هنا نضرب في ثلاثة باش تولي لي ستة، دونك نضرب حتى هنا في ثلاثة، ثلاثة إكس زائد هنا ثلاثة باش تولي ستة، نضربوها في جوج، دونك نضرب إكس في جوج. بلوس هنا باش واحد يولي ستة نضربو في ستة، دونك نضرب خمسة في ستة هي تلاتين. بون دروك نقلع المقام، نقلعو المقام ونديرو البسط يساوي البسط، ولا لو نيميراتور إيكال لو نيميراتور إيكال تلاتة إكس زائد جوج إكس هي خمسة إكس زائد تلاتين. إيوا دروك نرد الأعداد المجهولة منا، هاد خمسة إكس نرجعوها منا تولينا ناقص خمسة إكس، ناقص خمسة إكس تساوي تلاتين. دونك سيز إكس موان سانك إكس سي إكس إيكال ترون. دونك هاد الكار فيه تلاتين ديال المسافرين. دونك لو نومبر نجاوبو دايما نجاوبو على السؤال. دونك لو نومبر توتال توتال دو باساجي et 30. Ndirou le vérification. 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 غادي نمشيو للمعادلة الأولى، نديرو هذا x على زوج، 30 على زوج، ياك 30 على زوج، عوضنا x بالتلاتين اللي لقينا، x على زوج زائد 30 على 3 زائد 5، نشوفوا واش نلقاو 30. دونك هنا 30 على 2 هي 15 زائد 30 على 3 هي 10، ونزيدوا عليها 5 تساوي هنا 15 زائد 10 25 زائد 5 هي 30. فوالا اون ا تروفي لو نومبر توتال دو باساجي. دونك à bientôt. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche et merci bien de votre attention.